ومصر هتفضل جميله ان شاء الله بكل انجازاتنا بكل نماذجنا اللي بنقدمها، وده دايما اللي مطالبين بيه في الاعلام ان احنا نقدم نماذج ايجابيه اكتر. مطلوب مننا ان احنا نلقي الضوء على ناس ما بتاخدش حقوقها في مجالات كتيره، وهو ده اللي موجود معانا النهارده، نموذج من النماذج الايجابيه الغير عاديه. انا بعتبره ان حاجه غير عاديه، لان كان في احتفاء بالطالبه هاجر سعد السعيد. هاجر قدرت خلال مجلس واحد او يعني في جلسه واحده استمرت 10 ساعات انها تتلو القران الكريم بالكامل غيبا، كان يعني احد الاختبارات او احد الامتحانات اللي هي موجوده فيه، من غير ما يتم تسجيل خطا واحد ليها. احنا شايفين قدامنا ما شاء الله في كل الصور، في الصوره اللي قدام حضراتكم دي حاجه انا بقول ليها غير عاديه، شديده الصعوبه جدا، حاجة من الحاجات اللي يعني لازم نقول مرة تانية، مع احترامي لنماذج إيجابية في مجالات أخرى، لكن ده نموذج بيحتذى به فعلا. هاجر بدأت القراءة من 8 صباحا انتهت 6 مساء. هي طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة التفسير بقسم أصول الدين بجامعة الأزهر في الدقهلية. خلونا نرحب طبعا بهاجر اللي هتكون معانا عبر الهاتف. صباح الخير واهلا بيكي ومشرفانا في البرنامج حقيقي. صباح الخير مدير حضرتك. كله تمام الحمد لله، يا رب تكوني في احسن حال. يعني انا عايزك الاول تشرحي لنا، لان احنا يعني مبسوطين واحنا بنقرا، مبسوطين من ساعه ما احنا ان احنا قرينا ان موجوده انت معانا بحفظك للقران الكريم مثل، يا رب كل اللي بيسمعونا يكونوا يحتذوا بيكي دايما وتكوني موجودة. يعني عايزين الأول نعرف منك إمتى بدأ حفظك للقرآن الكريم؟ ربنا يبارك في عمر حضرتك. بداية حفظ القرآن كانت منذ صغري، لكن كان حفظ متقطع. بدأت الانتظام من المرحلة الإعدادية، بدأت من أولى إعدادي وختمت في سنة ثالثة إعدادي. بعد كده كنت في مراجعة بشكل مستمر طبعا على يد الشيخ حسين محمود منظور في جامعة الخلي مؤمن، لحد ما وصلت للمرحلة الجامعية وقرأت على الشيخ حافظ الصلاة عليه رحمة الله، وأخذت منه أجهزة حفظ. وكان طبعا الذي أهلني لذلك أو يعني ساعدني الوصول للشيخ حافظ الشيخ وليد عيد جزاه الله عني خيرا، كذلك فتح لي الباب لأن أصل إلى الشيخ إبراهيم طلبة تعلمت على يديه، كذلك الدكتورة اسماء أحمد صبحي والأستاذ أمين عبد المنعم. ما شاء الله كل دول يعني تدرجتي معاهم في الحفظ والمراجعة والتثبيت. هو كل مرحلة يعني كل مرحلة لها نظام. طب هاجر خليني أسألك، يعني طبعا تلاوة القرآن وحفظ القرآن الكريم بالتشكيل وانك تتليه لمده 10 ساعات من غير ولا خطا، ده حاجه يعني مش اي حد يقدر يعملها. خد منك قبلها وقت قد ايه انك تقدري انك تطلعي ال 10 ساعات من غير ما شاء الله عليكي ولا خطا؟ وطبعا ده بيكون مثلا من المراجعه والتكرار او درجه الاتقان، يعني هو الاتقان درجات. طبعا اولى الناس بالاتقان او افضلهم في تنظيم الورد من ياتي بالقران بختمه في اليوم، ثم بعد ذلك من يأتي بالختمة في يومين أو على يومين، ثم بعد ذلك من يأتي بالختمة على 3 أيام، بعد كده في ناس بتأتي بختمة في 6 أيام، بعد كده طبعا منهم أدنى لكن طبعا بيكونوا في أقل، لأن الختم في 6 يعني يعتبر أقل مرتبة في درجة الإتقان. انت قلت العشر ساعات كنت مستمرة في القراءة، اكيد طبعا كان بيبقى فيه جزء بيبقى فيه رأي، يعني لو توصف لنا بيكون الاختبار ازاي يعني تم في خلال العشر ساعات؟ وانا بدأت قراءة من الساعة 8 بالظبط، من 8 لحد الساعة تقريبا يعني لبعد الساعة 12 ونص كده تقريبا، وقرأت النصف الاول من القرآن اللي هم 15 جزءا. بعد كده طبعا كان في فاصل بعد اول 10 اجزاء تقريبا من 10 لربع ساعه كده او 10 دقائق، بعد كده برضه كان في فاصل الفطار، بعد طبعا في صلاه الظهر، بعد كده كملنا بعد الصلاه من الساعه تقريبا 1 الى العصر، كانت سمعت 7:30 7 اجزاء ونص، وبعدين كان في برضه استراحه للغدا،
بعدين في صلاة العصر، بعد كده كملت بقى من بعد العصر السبعة أجزاء ونص الباقية لبعد المغرب كده ببقى تقريبا نص ساعة. طب هاجر، يعني حفظ القرآن الكريم هو أول لغتك العربية، ولا أنت ابتديتي الأول بتقوية اللغة بعد كده بالحفظ؟ يعني ابتديتي إزاي في تقوية اللغة؟ هي طبعا القرآن الكريم والسنة النبوية هم طبعا أول من يعني يعدلها عوج اللسان. الإنسان الحافظ القرآن أو بيقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وحي الله سبحانه وتعالى، يعني غصب عنه لسانه بينطوي تحت اللغة. طيب هاجر، يعني عشان قبل ما نقفل معاكي وننهي مكالمتنا بعد ما تشرفتينا، طبعا انت هتقرأ لنا يعني بعد اذنك يعني جزء من القرآن اللي تختاريه، لكن انا برضو عايز اسألك على حاجة مهمة لان الناس بتتكلم فيها، ويعني قوليها لنا بإيجاز. فكرة فهم أصول الدين وفهم القرآن مش حفظه فقط، وطبعا انت ده تخصصك وفي التفسير اكيد لازم فهم القرآن ومقاصد القرآن، عشان تلاوة بعض الآيات بيكون ليها معاني معينة، عشان توضحيها للناس لكل من يحب أن يحفظ القرآن الكريم. طبعا هو المقصد الأساسي من نزول القرآن التدبر، وطبعا لا يقال لقارئ القرآن أنه قارئ وأنه من أهل القرآن إلا إذا كان عاملا بما في القرآن. طبعا لذلك إذا كان الإنسان ليس عاملا بما يحفظ فيأتي القرآن حجة عليه لا له. نعم طبعا، يعني احنا بنشكرك، طبعا عايزين بقى تلاوة ولو آية آيتين من مما تحفظين أو مما تختارين. يعني حاضر إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. يعني حتى الصوت يعني ربنا يبارك فيك يا هاجر. والتلاوة يا رب تكوني مثل لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، بجد حاجة مشرفة جدا ونموذج كان لازم يعني نحتفل بيه. وانا مبسوط ان اسمها كمان هاجر السعيد زي محمود السعيد، عشان دي حاجه تشرف. برافو عليكي طبعا يا هاجر، وكملي وشكرا ليكي، وتلاوه رائعه، شكرا ليكي.